السلام الله عليكم، سعيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد. من خلال فيديو اليوم سنتطرق لحصة الظواهر اللغوية مكون الإملاء. هذه الحصة تندرج في الأسبوع الثالث من الوحدة الثانية، مجال الحياة الثقافية والفنية، المرجع المفيد في اللغة العربية للمستوى الرابع. إذن عنوان درسنا لهذا اليوم همزة الوصل والقطع. همزة الوصل والقطع. إذن ألاحظ وأكتشف، أقرأ لأتمم الجدول. ابتكر الحرفيون المغاربة زخارف وأشكالا هندسية رائعة في الصناعات التي تستعمل الخشب والجبس، وبرعوا في النقش عليهما. إذن لاحظوا معي الحروف باللون الأحمر. ابتكر الحرفيون المغاربة، إذا هذه همزة وصل تنطق في أول الكلام. الحرفيون همزة وصل لا تنطق في وسط الكلام. مغاربة زخارف وأشكالا، إذا هذه همزة قطع تنطق في أول الكلام أو وسطه. هندسية رائعة في الصناعات التي تستعمل الخشب والجبس، وبرعوا في النقش عليهما. إذا الكلمة المهموزة ابتكر رسم الهمزة إي، إذا نوعها همزة وصل تنطق أو لا تنطق؟ تنطق. الحرفيون، إذا رسم الهمزة ترسم هكذا، نوعها همزة وصل تنطق أو لا تنطق؟ لا تنطق وسط الكلام، لا تنطق. أشكالا، إذا رسم الهمزة، إذا نوعها همزة قطع تنطق، تنطق وسط الكلام أو أوله. إذا ماذا نستنتج؟ استنتج ترسم همزة الوصل هكذا إذا كانت في وسط الكلام ولا تنطق، وترسم هكذا إذا كانت في أول الكلام وتنطق. ترسم همزة القطع هكذا وهكذا وهكذا أ أو إي، وتنطق في أول الكلام ووسطه. أملأ الجدول. الكلمة أخ، نوع الكلمة همزة قطع. رسمها أ. استطاع، نوع الهمزة همزة وصل. رسم الهمزة إي. هكذا أمي همزة قطع. رسم الهمزة أو. هكذا أكمل بهمزة مناسبة أ أو إي أو همزة وصل. إذا أسافر أو، سافر كل أحد همزة قطع، إلى همزة قطع هنا القرية، إذا همزة وصل لا تنطق في وسط الكلام. هناك ألتقي همزة قطع، عمي وأب ناءه همزة قطع، وأقضي معهم أوقاتا ممتعة. إذا أسافر كل أحد إلى القرية، هناك ألتقي عمي وأبناءه، وأقضي معهم أوقاتا ممتعة. إذا التمرين الأخير، أقرأ مع زميلتي أو زميلي الجملة ونبين متى تنطق بالهمزة ومتى لا تنطق بها. إذا أحضر، هنا همزة قطع تنطق الهمزة. أبي أيضا همزة قطع تنطق الهمزة. أحضر أبي، هنا الكتب لاحظوا معي لا تنطق الهمزة، همزة الوصل لا تنطق في سياق الكلام أو وسط الكلام. الكتب والمجلات أيضا لا تنطق. وأقلاما ملونة، أقلاما تنطق همزة قطع. وأوراقا أيضا همزة قطع تنطق في أول الكلام أو في وسطه. أحضر أبي الكتب والمجلات وأقلاما ملونة وأوراقا. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم. أضرب لكم موعدا في فيديو قادم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة.